انطق. انا سامعك بتكلم رحيم دلوقتي، هو فين؟ ملكش فيه، انا قدامك اهو. عاوز ايه؟ اخرج شوفوني. رحيم فين؟ مراتك وبنتك تحت ايدي. لا عزيز، رحيم ينزلوا يدوروا عليه، احنا ما نعرفش عنه حاجه. انا هخليكوا تتكلموا. البتلة. اثبت. معلم وسيد المعلمين، بس قبل اي حاجه عايزك تعرف اني بحبك وبقدرك، ولولا الشغل كان زمان جيت لك لوحدي. احب على راسك واقول لك الحمد لله على السلامه، بس انت فاهم الشغل شغل. ولا انت فاكر انك هتخرج من هنا؟ ده انت بتحلم. انت عايز ايه يالا؟ انا مرسال يا كبير، وجاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب مني ادي لك الموبايل ده. عليه ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رساله، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجه. هما مين اللي قالوا لك؟ معرفش يا كبير، انا كده عملت اللي عليا. وهقول لك سلام عليكم. حلمي، محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفت الكلام خدنا. ونسيت اقول لك هشام اخوك عندنا. هشام فين؟ انا لو ما رجعتش مش هتشوف هشام تاني، ودي حاجة مش بإيدي، أنا بنفذ وبس. ولو موتني مش هتفرق حاجة مع الناس التانية. سيبه يا رحيم، سيبه يمنع عشان خاطر أخوك. عارف هشام أخويا لو جرى له حاجة مش هيكفيني فيه عمركم، ولا عمر اللي مشغلينكم، ولا عمر عيالهم. فاهم؟ الموبايل. السلام عليكم. حنان، ريم، المدام بتقول لحضرتك هتتعشي؟ لا، لو سمحتي قولي لماما انا عايزه انام. اوكي. Thank you.
حد ضايقكم او لمسكم كده او كده؟ لا طبعا، دول دخلوا عليا كتموا انفاسي، كنت هتخني ما عرفتش انطق كلمه، وكنت خايفه على البنت هموت عليها. وانت يا ريم؟ لا بجد انا كويسه. طب الحمد لله. ما دخلوا ازاي وليه ما صوتوش عشان اي حد من الجيران يجي يلحقكم؟ نصوت ايه يا بابا؟ بقول لك كان معاه مسدس. انا فتحت الباب عادي لقيت واحد معاه مسدس حطه في دماغي، والتاني سالني فين ماما، شاورت له على المطبخ وكتفنا احنا الثلاثه ومعانا اونكل بدر على الكنبه بره. وليه فتحتوا الباب من غير ما تعرفوا مين اللي بره؟ والله انا طول عمري بفتح الباب عادي يعني. ايوه بس اليومين دول مش امان. مش امان بسبب اللي رزتنا بيهم. ريم انا عايزكم المره الجايه تاخدوا بالكم وما تفتحوش لجنس مخلوق الا لما تعرفوا مين اللي بره، مفهوم؟ حاضر يا بابا. حلمي انا عايز اعرف مين الناس دول وجايين عايزين ايه من رحيم. معرفش، انا زيك الدنيا تروق بس وافهم من رحيم. ولما تفهم بقى ان شاء الله اللي هيحصل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. حنان لم الدور وخلي الليله تعدي، كفايه القرف اللي حصل. وانت بقى عاجبك اللي حصل؟ عاجبك مرمطش انا والبيت؟ خلاص قلبك ارتاح كده وهدي وحسيت بالامان ناحيتنا؟ طب خلاص حاسب؟ هو انت فالح غير في كده؟ حاسب معاليك هتسيب لنا 20,000 جنيه هنرشهم على حبايبنا، تاني يوم المصنع هيقف، يومين والتالت هتلاقيه جاي جري على رجليه عشان يدفع لك الفلوس. طب وحكم الحبس؟ الحبس ده مجرد قرصة ودن، وبعدين احنا هنستفيد ايه يعني لما هيتحبس؟ انا ممكن ابلغ عنه لاننا عارفين مكانه وهيتسجن، لكن انت هتاخد فلوسك؟ طيب اتفضل معليك وسيب الفلوس وان شاء الله قريب هتسمع.